حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف، ونبدأ بأبرز العناوين. نبدأ من المدى. موقع إخباري: مؤتمر بغداد ساعد إيران في تطبيع علاقاتها مع العرب. ونقرأ في القدس العربي: طالبان: القوات الأمريكية قتلت مدنيين عقب هجوم المطار. في العربي الجديد: استنزاف أموال العراقيين، تعطيل متعمد ل8000 مشروع. وفي العربي اللندنية: أردوغان نسعى إلى اتفاق مع طالبان على غرار ليبيا. في أوبزرفر نقرأ: أفغانستان أذلت الغرب وحان الوقت للتعاون مع حكامها الجدد. أما في الشرق الأوسط: قوة النظام تحاول اقتحام درع البلد من 3 محاور. وفي عربي 21: أردوغان نسعى إلى اتفاق مع طالبان على غرار ليبيا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. أصدرت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بشأن انعقاد مؤتمر دول جوار العراق في بغداد، أكدت فيه أن المؤتمر لن يحقق شيئا وسيصب في مصلحة استمرار النظام السياسي القائم. وأكدت الهيئة في بيان نشره موقع الهيئة نت أن المؤتمر عقد بجهود الحكومة الفرنسية، وهي الراعي الرسمي الحقيقي للمؤتمر وتنظيم حكومة الاحتلال الثامنة في بغداد، وبمشاركة دول الجوار القريب منها والبعيد في خطوة لها دلالتها في سياق هدف رئيس أول، وهو دعم النظام السياسي القائم في العراق المقبل على انتخابات مبكرة بعد قرابة 1.5 شهر، وأيضا لدعم حكومة الكاظم بولاية أخرى بعيدا عن الأهداف المعلنة والمفترضة لحل مشكلات العراق المزمنة. هذا المؤتمر لن يحقق شيئا من ذلك وسيصب في صالح استمرار النظام السياسي القائم ويعزز من فرص ترسيخ الاحتلال الإيراني للعراق وتمكينه وتماديه في التدخل في شؤون دول الجوار والمنطقة، ولا سيما بعد المشاركة عالية المستوى من بعض الدول في المؤتمر التي أوصلت رسائل غير إيجابية للعراقيين الذين باتوا يوقنون أن التعامل مع حكومة بغداد ودعمها هو بمثابة التعامل مع الاحتلال الإيراني ودعمه. وأشارت هيئة علماء المسلمين إلى أن عقد هذا المؤتمر في ظل سيطرة الميليشيات على القرار في العراق ونهب ثرواته والهيمنة الإيرانية على قراره ومقدراته تجعل من العراق مثالاً لبلد منزوع السيادة والإرادة الداخلية والخارجية، وهو ما ظهر واضحاً وبما لا يدع مجالاً للشك عن طريق التصرفات الوقحة لوزير خارجية إيران وممثلها في المؤتمر ورسائله المستفزة للمشاركين الدالة على هذه الهيمنة قولاً وفعلاً، ومنها مطالبته بعدم التدخل في شؤون العراق بينما تتغول دولته ونظامه في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وكأنه هو الراعي والمتحكم بهذه البلدان، وهو من يقرر تحركات الحكومة في العراق وتصرفاتها أياً كانت، في مقابل صورة باهتة جداً للكاظمي الذي لا يكل من ادعاء تصوير نفسه للمجتمع الدولي والمحيط العربي بأنه يسعى إلى فرض الاستقرار في العراق وإنهاء المظاهر المسلحة وتقويض الميليشيات، في مقابل صورة حقيقية لا تقبل التشكيك وهي خضوعه وحكومته لإرادة الميليشيات بشكل كامل، والشواهد على ذلك كثيرة، ومنها أنه لا يستطيع تحقيق أي من الوعود السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية التي وعد بها في لقاءات وزيارات سابقة لعدد من البلدان، ولن يستطيع تحقيق ما وعد به في هذا المؤتمر أيضاً. ونبهت الهيئة إلى أن الأوضاع المأساوية الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية في العراق لا يمكن أن تحل بمؤتمر يعقد ساعات معدودة تتخلله كلمات عامة وأماني حالمة ووعود وتعهدات لن تلبى ولن تنفذ.
ذلك لأن المشكلة الحقيقية في العراق هي نظامه السياسي المبني على المحاصصة وفي عزله عن محيطه العربي والإقليمي وتكبيره بالميليشيات الولائية التي هي إحدى مخرجات العملية السياسية وبالمجموعات الإرهابية القادمة من وراء الحدود التي ترعاها حكومة بغداد وأحزابها المهيمنة وتوفر لها الدعم المعنوي والمادي والبيئة الآمنة. قمة بغداد ناقشت قضايا المنطقة وهمشت أزمات العراق، هذا ما جاء في تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية. جاء فيه: سقط رهان العراقيين على القمة التي انتظروها أسابيع لمساعدتهم على حل أزمات البلاد بعد أن تحولت النقاشات بين الزعماء والمسؤولين الحاضرين إلى معالجة قضايا المنطقة وتبريد الخلافات الإقليمية، وخرج العراق فارغ اليدين من قمة عمل الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما في وسعها لإنجاحها. القمة شهدت لقاءات مصالحة على مستوى عالم بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبينه وبين نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الوقت الذي تبادل فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رسائل التهدئة. وقال مراقبون عراقيون إن القمة ربما تخدم أجندة الكاظمي في البقاء على رأس الحكومة في مرحلة قادمة، لكنها لن تخدم العراق بشكل واضح، مشيرين إلى أن المتحدثين في القمة تجنبوا الإشارة إلى الأزمة الأمنية التي يعيشها العراق وخطر الميليشيات على علاقاته الخارجية ونفوذ إيران المتزايد والتدخل التركي في الشمال. وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن القمة لم تكن كما سعى الكاظمي لتسويقها كحدث لخدمة العراق، بل لقاء بأجندة خارجية هادفة إلى إذابة الجليد بين إيران ومحيطها العربي برعاية من فرنسا التي تقدم نفسها كعراب لإخراج إيران من أزماتها في العراق ولبنان والتخفيف من حالة العداء الإقليمي لها، وهو ما يفسر حضور الرئيس إيمانويل ماكرون كطرف وحيد من خارج المنطقة وحماسه للقمة وتحركاته اللافتة فيها. هذا وأكدت مصادر عراقية متابعة أن القمة منذ البدء كان الهدف منها إضفاء غطاء إقليمي على التقارب الإيراني السعودي الذي شهد أولى لقاءاته في العاصمة بغداد، وهي أجندة تصب في مصلحة باريس وطهران بالدرجة الأولى، في حين اكتفى رئيس الوزراء العراقي بدور الواجهة أي التحرك لعقد القمة ورعايتها. ومن صحيفة المدى نقرأ مقال الكاتب علي حسين، جاء فيه: الابتعاد عن كرسي السلطة قلق، أما مأساة ملايين المهجرين والفقراء فمسألة فيها نظر. وضع شيوخ القواميس العربية تعريفات كثيرة لمعنى الاستحواذ والأطماع والإخفاق، لكن فخامته بحسب تعبير الكاتب يريد أن يجد تعريفا جديدا للسلطة لا يتعدى مصطلح ما ننطيها، وفي معظم الحالات ليست سوى خراب وفوضى ومشاهد التهجير وسب النساء واستعراض عضلات داعش. حارب ساستنا على الجبهات كلها وتقاتلوا مع الكفاءات، وكان من أبرز منجزاتهم تهجير عقل اقتصادي بوزن سنان الشبيبي ومطاردة تظاهرات الخراب والفساد. عندما يدمر المسؤول مؤسسات الدولة بدلاً من تطويرها على أسس ديمقراطية فهو يهين الدماء والأرواح التي قدمها العراقيون على مدى عقود طويلة من أجل أن يتنفس أبناؤهم هواء الديمقراطية الحقة. وعندما يصر سياسي على الاستحواذ على كل شيء وأي شيء ويستخدم مقربوه حيلاً وألاعيب لتخوين الآخرين وإقصائهم، عندما يسرق بلداً في وضح النهار، عندما يبرر البطالة وغياب العدالة الاجتماعية، عندما تسلم مؤسسات الدولة إلى أصحاب الثقة لا أصحاب الخبرة، وعندما لا يرى المسؤول في القضاء سوى القوانين التي تحصن سلطاته وتصونه، فإننا بالتأكيد سائرون في طريق الخراب. في تجارب الشعوب التي طالما أتمنى أن يتعلم منها ساستنا
نجد صورا أخرى لزعامات قدمت لشعوبها الأفعال بدلا من لغة العناد والاستعلاء، زعماء قدموا لشعوبهم ما لم يعرفوه من قبل. في البرازيل اعتبر المراقبون انتخاب الرئيس لولا دا سيلفا عام 2002 بأنه شكل انتقالة مهمة في حياة البلاد، وخاصة عندما أطلق في مطلع عام 2003 برنامجه الشهير الجوع صفر، أي القضاء على الجوع. ظل لولا في الحكم حتى عام 2010 عندما شعر أهالي البرازيل بنوع من الخيبة، لأن الدستور لا يسمح لرئيسهم المحبوب بالبقاء رئيساً للبرازيل، قدم صورة أخرى للزعامات في العالم. أضاف الكاتب: للأسف بعض السياسيين لا يريدون لهذا الشعب أن يدخل كسائر البشر عصر الحياة والرفاهية والخروج من ذل الخوف وفقدان الأمن والأمان. يا عزيزي المسؤول العراقي، بحسب تعبير الكاتب، الناس تريد أن تقرأ أرقام النمو ومعدلات التنمية، فقد ملوا أرقام الخراب وخرائط الفقر والفساد. نشر موقع بريطاني تفاصيل بشأن قرب إبرام صفقة بين تركيا وحركة طالبان الأفغانية بشأن مطار كابول الأسبوع المقبل، وجاء ذلك بحسب تصريحات حصرية حصل عليها موقع ميدل إيستاي، ذكرت أن تركيا تخطط للإبقاء على وجودها في كابول لضمان مصالحها السياسية والتجارية بدعم من قطر، على حين تسعى طالبان للحصول على اعتراف بها. سوف تقوم تركيا وقطر معا بتشغيل مطار كابول الدولي، حيث ستوفر أنقرة الأمن عبر مؤسسة خاصة، وذلك بموجب مسودة اتفاق مع طالبان في أفغانستان، حسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مصدران اثنان على اطلاع جيد بالموضوع. ما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحاجة لإقرار الصفقة، ومن المتوقع أن يجري مشاورات حول الموضوع مع حلفائه في حلف شمال الأطلسي الناتو، وبشكل رئيسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت تركيا تعمل لأسابيع في اكتشاف إمكانية أن تطلع بمهمة توفير الأمن في مطار كابول بمجرد انسحاب القوات الأمريكية. وقال أردوغان في تصريحات متلفزة يوم الجمعة إن حركة طالبان عرضت على تركيا فرصة تشغيل المطار، ولكنها أصرت على أن تظل مهمة توفير الأمن مناطة بمقاتليها هي، ولكن توصل الطرفان الآن إلى صياغة مسودة اتفاق من شأنه أن يحل الموضوع. إحدى القضايا التي ما زالت تقف حجر عثرة في طريق الصفقة هي أن الحكومة الأفغانية السابقة كانت قد أبرمت عقداً يتعلق بالمطار في تشرين الأول أكتوبر الماضي مع مجموعة تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتحتاج الطالبان إلى إبرام صفقة منفصلة معها. وأضاف موقع ميدل إيستاي: استمرت تركيا في إبقاء سفارتها في كابول مفتوحة ولم تخل الفريق الأساس من الموظفين الدبلوماسيين بمن في ذلك السفير، ويوجد أيضاً عدد من أفراد القوات الخاصة التركية في كابول لحماية السفارة، ويوجد منهم أيضاً عدد في إسلام آباد العاصمة الباكستانية لأي طوارئ محتملة. كشف صحيفة الساندي تايمز عن حوار شديد اللهجة بين جندي سابق في البحرية البريطانية ومسؤول حكومي بشأن عملية إجلاء فريق جمعيته ومئتي كلب وقطة من أفغانستان، وإلا قام بتدمير المسؤول الذي منعه في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وأثار الجدل المسجل بين الجندي السابق والمسؤول في الحكومة أسئلة عن تقديم الأولوية للحيوانات على المترجمين والعاملين في الأفغان في الجمعية الذين ساعدوا بنقل الحيوانات إلى المطار، ولكنهم منعوا من ركوب الطائرة التي حملت تلك الحيوانات على الرغم من حصولهم على تأشيرات دخول. قالت الصحيفة في تقرير أعدته شانتي داس وتيم شيبمان إن بول بن فارتينغ مؤسس الجمعية الخيرية نزاد
أرسل رسالة حادة إلى بيتر كوينتين المستشار الخاص لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، طالبه فيها بترتيب خروجه مع فريقه وحيواناته من كابول، وهدد بتدميره لو لم يفعل، وتم منع الموظفين الأفغان في جمعيته والذين ساعدوا على نقل الحيوانات إلى المطار في شاحنات لنقل المواشي من دخول المكان رغم حصولهم على تأشيرات لدخول بريطانيا. وقال فارتينغ 57 عاماً إنه لن يغادر أفغانستان بدون حيواناته. وقال نقاد إن عملية إجلاء الحيوانات تقدمت على الناس، لكنه قال إن الحيوانات ستوضع بمكان في الطائرة لن يستخدم لنقل الناس، لكن وزارة الدفاع قالت إنه حصل على المساعدة في مطار كابول في وقت كان على المترجمين الذين عملوا مع القوات البريطانية الوصول إليه بمفردهم، ولم يستطع ما بين 100 إلى 200 أفغاني مؤهلين للقدوم إلى بريطانيا الوصول إلى داخل المطار، وتم حثهم على الذهاب إلى دولة ثالثة إن استطاعوا. وقال جندي بريطاني سابق اسمه جوليان بيريرا كان يحاول إرشاد المترجمين إلى المطار، لم يحصل المترجمون على معاملة الشخصيات المهمة مثل الحيوانات بحسب تعبيره، وهذا عار. من صحيفة العربية الجديد نقرأ مقالا للكاتبة لامي سندوني، قالت فيه شهدت رام الله أخيرا حملة اعتقالات جديدة شائنة وغير مفهومة، شملت مثقفين وأكاديميين وناشطين غالبيتهم ممن أمضوا حياتهم في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفروعها لمشاركتهم في مسيرة تطالب بالقصاص من مرتكبي جريمة قتل نزار بنات من المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية. صحيح أن التوقيفات هذه لم تدوم أكثر من أيام أو ساعات في أحدها، ولكنها قطعا غير مشروعة، فقد تعمدت إهانة المحتجزين وفرض الخنوع على منتقدي السلطة الفلسطينية. النتيجة عكسية، فالسلطة في سياساتها وانتهاكاتها الأمنية تستفز شرائح صامتة بل مؤيدة لها، وتعزل نفسها عن الجميع فيما عدا الدوائر التي لا تتصرف قيادتها كحاكم مستبد فحسب، بل تساهم أيضاً في تدمير حركة فتح، وتستغل شباباً انضموا إلى الأجهزة الأمنية لتكون وظائفهم فيها مصدر أرزاقهم، وتحولهم جلادين لرفاقهم وللشعب الفلسطيني. المحزن أن في قوات الأمن أسرى سابقون تحرر بعضهم قبل أشهر أو عام، وبعض منهم أصيب بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار الدفاع عن السلطة وحركة فتح والمشروع الوطني الفلسطيني. المشهد سوريالي مرعب في معانيه وتداعياته، إذ يقمع حماة المشروع الوطني الفلسطيني ويوقفون ويسجنون ويعتدى عليهم من شباب وشابات من أجهزة الأمن، وأغلب هؤلاء عناصر في حركة فتح يتعاملون بقسوة مع من شاركوهم تجربة الأسر وكانوا معهم في صفوف المقاومة الشعبية في عدة مناطق فلسطينية، رفضاً لمصادرة الأراضي وتهديم البيوت وتهجير أهلها. والحديث هنا ليس عن ماض لأفراد الأجهزة الأمنية بل عن حاضرهم، وهذا ما يجعل الاعتقال أكثر إيلاماً على الموقوفين أنفسهم فيما تعتقد القيادة أنها تحقق انتصارات وهمية. أضاف الكاتب: لا تستطيع السلطة الفلسطينية الهروب من مسؤوليتها في جريمة قتل نزار بنات، مع كونها مع أن المجتمع الفلسطيني يعطيها الفرصة تلو الأخرى، ربما لأن هناك خوفا من تداعيات سقوطها وعودة الاحتلال الصهيوني المباشر، ربما لأن هناك شعورا بحالة أسر جمعية، فمن سيدعم الشعب الفلسطيني حين تكون الدول العربية كلها مكبلة وتكون الشعوب ترزح تحت ثقل انهيارات اقتصادية واستبداد مرئي وغير مرئي ونظم مطبعة وذليلة تنفر من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية؟ و
ومن أخبارنا المنوعة، أعلن المركز الوطني الأمريكي أن إعصار إيدا لمراقبة الأعصار، أعلن أن إعصار إيدا الذي تكون قبالة سواحل كوبا ضرب جزيرة في البلاد. وقد ذكرت الوكالة في بيان لها على تويتر أن إعصار إيدا ضرب الجزيرة الكوبية، مؤكدا أنه تحول من قبل من عاصفة استوائية إلى إعصار. وبحسب المركز تصل أقصى سرعة للرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة، ويتحرك هذا الإعصار بسرعة 424 كيلومترا في الساعة، وهو يقع الآن في جنوب غربي البلاد إذ خلف دمارا واسعا في سواحل كوبا. قبل الختام نبقى مع وقفة قصيرة ومجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.